اختاريتها لانني اوبليجي باش يعني نخدم فيها. عندي ثلاثه الاولاد انا خدام عليهم، كنخلص مدارس غالي، نعدم التعليم شويه غالي، اضطريت انني نديرها. فكرت مع كنت خدامه يعني واحد الخدمه من بعد جلست من دي ميسيونيس ابخي ملي لقيت راسي غير انا ولادي وخصني ما خصش ولادي يضيعوا ليا. شنو كديت كنبيع ونشري خلص، ما حسيتش براسي كنقرا في طاك بيرمي كونفيونس في السونتر. خدمت فيه المساله يعني عادي لان انا عندي ثلاثه الوليدات، راه ما يمكنش لشي واحد غادي يقدر يتحمل لي المسؤوليه ديال ولادي ولا يهزهم من غيري انايا. صافي قلت لك، وفاش اول مره كنت نخدم في الطاكسي المجتمع شويه في القرايه، بعدا في القرايه ودوك اللي كانوا كيقراو معايا ما كانوش متقبليني. الناس اللي كيركبوا معايا كاين اللي كيشجعك كاين اللي ما تيشجعكش، ولكن انا ما غاديش يهموني دوك اللي ما تيشجعونيش. سمحي لي غنهز واحد الكليان، داك هذوك الناس اللي كيشجعوني وكيقول لي شابو، حتى انا كنقول لهم تحيه من هنا وشابو ليهم، لان صدمك الباب عفاك، لان انا خدامه هاد الخدمه، لان اي واحد يقدر يديرها. راه كيف ما كيخدم الراجل كتخدم المراه، علاش شنو كاين؟ راه ما كاين والو، بالعكس المراه راه عندها طاقه اكثر من اللي عند الرجل. احتراما للرجال انا ما كنحطش، ولكن غير المراه راه كتقدر تادي بليزيور طرافا، يعني شحال من خدمه كديرها ما كيقدرش يديرها الراجل. وعد زيد كتخدم في الدار، تخدم في البيت، تخدم مع الاولاد، تربي الاولاد، مشاكل الاولاد، يعني هي كتهز كلشي. عاد غادي تسوق طاكسي، طاكسي راه بالنسبه لهذا الشيء كامل راه ساهل، راه ماشي شي حاجه صعيبه. المرأة المغربية راها صادت جميع وسائل النقل، لا في البر ولا في البحر ولا في كل شيء، كتحطات كتعطي، لأن المرأة المغربية مرأة حرة، المرأة المغربية مرأة كتحدى المشاكل، كتحدى الصعاب، رغم كدوز بظروف صعيبة ربي اللي كيعلم بها، مي كتحدى جميع الصعاب، وكتنجح في الحاجة، الحاجة اللي درتها في راسها المرأة المغربية كتنجح فيها وكتكون بارعة فيها. أنا كنوجه لها تحية بصفة خاصة، والمرأة العربية بصفة عامة يعني على العموم، يعني ماشي غدا نقول لك المرأة المغربية، لجميع النساء تحية لهم، ولكن المرأة المغربية عندها واحد النفس حارة، ما كترضاش تضيع ولادها، وما كترضاش ولادها يعني ما كترضاش تمد إيدها لغيرها. لأنني كتسد عليا بيبان باش بنتي في طنجة كنخلص عليها الكرا والمصروف ولادي المدارس، راه كنفتخر كنفتخر، رغم هادشي ديك العذاب اللي كنتعدى وداك هذا، مني كتكون الفرحه ديال النجاح ديال ولادي وسبب هذا الطاكسي، انا فخوره والله فخوره بزاف. صافي انا غنخدم غير لي زيماج.